سائلة تقول أريد أن أنتقي ولكن أبي يمنعني منه ويقول لي لا تصافحي ولكن لا تلبسي النقاب، توجيه منكم. التوجيه أولا الاستعانة بالله، دي أخوانا من الأمور المؤسفة، من الأمور المؤسفة. الغيرة لو كانت غيرة فإنها تحمل الأخ والأب إلى أن يوصي ويشجع ابنته وأخته ومن تحت ولايته إلى أن تنستر وأن تكون بعيدة من الرجال، لكن دي أخواننا من الأمور المقلوبة للأسف الشديد، دي بقت من الأمور الموازين المقلوبة. يا أخي إذا كان الشاعر يقول وأغض طرفي الجاهل إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه أو قال مثواه، والناس بيحفظوا القصة المعروفة بين النعمان وبين النابغة، مش لما جاءت مرة النابغة أو جاءت مرة النعمان الخليفة وقامت قام النابغة قاعد والهوى قام شال شنو؟ شال شيء، فكشف شيء من شعره، فقامت شنو؟ غتته بإيده وانصرفت سريعا. سمع بذلك دا أنشد فيه أبيات من الغزل طوالي ذاك طلقها، ده من الغيرة. فقام بيجي يعتذر له، قال له سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. فقام النعمان قال له إذا ولغ الذباب على إناء رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتأبى الأسود ورود ماء إذا ما الكلاب ولغن فيه. ده من الغيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل سائل قال يا رسول الله رأيت إن رأيت رجلا مع امرأتي، يعني بإذن بي أنا جيت شفته كده، فلم ينتظر سعد بن عبادة رضي الله عنه الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لشدة الغيرة، قال والله لأضربن بالسيف غير مصفح، أبضرب بالصفحة بدق بالحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو تعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير من سعد والله أغير مني، من أجل ذلك حرم ما حرم. ده الإسلام يا أخواننا فيه والغيرة، لكن تلقى واحد نسأل الله العافية بس، والله يا أخواننا ده من موت القلوب، وده يا أخواننا شيء الأعداء الإسلام بيحاولوا يعملوا فينا، إنه يقتلوا لك قلبك، عرفتها؟ ويخلوا يثيروا في الإنسان الشهوات عشان ما يقدر تاني يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، ما يقدر يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. زمان تلقى واحد في الحلة لو لقى بالجيرانهم دي وتلقاه بعد ما ممكن تلقاه ذاته خالط، لكن يلقى بيت الجيران أو بيت الحلة خالطة هي ذاتها يدقها ويدق المعادك يدقها هي وأخوانه وأبوها يقول لها سلام يا أخي الله يديك العافية ويدقوها تاني، دي غيرة مطلوبة. لكن هسي تقدر تزالها؟ تقول لك أنت مالك وأنت ذاتك الرسلك منه وكل شاتة معلقة بعصبته وكلام كثير، فهمت؟ يفتحوا فيك بلاغ ما أعرف إثارة نعرات دينية، وتاني بلاغ تدخل في خصوصية، وما أعرف ليك إساءات معنوية، ويطلعوك أنت زول متخلف وكده وكده إلى آخر. وده يا أخواننا دي المشكلة هنا، الغيرة دي لما تنتهي، الغيرة دي لما تنتهي مشكلة كبيرة جدا. عشان كده ابن القيم في مدارج السالكين عمل منزلة، منزلة الغيرة. غيرة دي فيها موضوع طويل جدا، غير المرأة دي تكون بعيد من الرجال، والمرأة يكون ذات عندها حياء، فهمت؟ فده موضوع مطلوب. ال 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 أول الحاجة أن نوصي الأخت إنها تدعو الله سبحانه وتعالى الذي بيده قلب أبيك وبيده القلوب يقلبها كيف يشاء. ثانيا عليك أن تصبري وأن تعلمي أباك ب الأدلة والآيات، وإنه الكلام ده أنا ما لابسه وساكت، عرفتها؟ بعدك بعض مرات قد يكون الأب ده مثلا من الآباء بتاعين الحريات، تلقاه يقول لك احنا طبعا فكرنا الناس منفتحين، يعني ما عندنا إشكال، يعني ما عندنا يعني كون البيت تجي بشنود. طيب دي ما حرية شخصية؟ إذا كان هو بالنسخ ده دي ما حرية شخصية، كونها تلبس نقاب أو تلبس تبروكة، أنت مالك ومال يا أخي، دي ما حرية شخصية. فانت ادعو الله ووريه واثبتي على هذا الامر. هلا وابوك منعك من الصلاه تعمل ايش؟ فانت استعيني بالله وربنا ان شاء الله بعينك.